بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام ونخبة من الفنانين البحرينيين والمهتمين بالشأن الفني، افتتح الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون المعرض الفني الشخصي 50 عاما من الفن والسلام للفنان عباس الموسوي الذي يقام في مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار. شهد مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار الافتتاح الرسمي للمعرض الفني الشخصي 50 عاما من الفن والسلام للفنان عباس الموسوي، والذي يستعرض محطات مؤثرة من حياة الفنان الموسوي بدءا من نشأته في حي النعيم، مرورا بشغفه بالبحر والميناء وتأثره بالبيئة التراثية للأسواق القديمة في مملكة البحرين والمشاهد اليومية لمرتاديها، وصولا إلى أعماله المعاصرة التي تعبر عن ارتباطه الوثيق بتراث البحرين وجمال طبيعتها. أنا سعيد بوجودي، وأود أن أشكر وزارة الإعلام متمثلة في الهيئة الثقافة والآثار على رعايتهم وتنظيمهم لهذا المعرض المهم. هذا يعكس اهتمام الحكومة الموقرة للفنانين والفن بشكل عام، وهذا أكيد يعني بيعطي دافع للفنانين الآخرين للمضي في مجالهم الفني. هذا مشروع إلى وطني بحريني 50 عام من الفن والسلام، رحلة قضيناها في ربوع أرجاء البحرين، وكانت الأعمال الفنية التي انتشرت في العالم 3000 عمل فني تمثل جمال وحب هذه الجزيرة، الجزيرة الآمنة، جزيرة الحب، جزيرة السلام، اللي كنا دائما نقول ونتغنى فيها أم المليون النخلة. وتحتفي ألوان الشرق بنصف قرن من العطاء للفنان عباس الموسوي ابتداء من مركز الفنون كانطلاقة ل12 معرضا متوازيا في الوقت نفسه في مملكة البحرين عبر المحافظات الأربع، حيث يستعرض الفنان في كل محطة تجربة مختلفة تحمل عنوانا خاصا بها. اليوم في افتتاح هذا المعرض اللي يضم كثير من اللوحات عبر مسيرة الفنية 50 سنة، ما هو إلا دليل على كفاءته وعلى غزارة إنتاجه وتمكنه من التنويع في نقل الأصالة البحرينية. معرض 50 عام للفنان عباس الموسوي هو معرض في غاية الروعة، أمانة في العديد من الأعمال الموجودة هنا في المعرض اللي تم تحويلها حق قطع مختلفة للحياة اليومية عشان نفرح في الفن ونستانس في الفن. هاي واحدة من أهم أهدافنا في الندى، لما نحول اللوحات والفنون إلى قطع مختلفة للحياة اليومية. الفنان عباس الموسوي فنان يعني أنا أعتبره عبقري ومميز في أعماله وتجسيده للفرح والحياة. بهذه المحطات وما سوف يعرض فيها، فتح الفنان عباس الموسوي نافذة تعكس روح حضارة البحرين وتعبر عن فنونها الأصيلة، وتقدم تجربة فريدة لكل عشاق الفن بهدف تعزيز الحراك الثقافي في مملكة البحرين. هنا وفي قلب العاصمة المنامة ينطلق الفنان تشكيره عباس الموسوي من خلال معرضه الفني 50 عاما من الفن والسلام، ليحمل رسالة فنية تخلد ذكرى تلك التفاصيل التي عاشها وعاصرها في البحرين، والتي تجمع بين أصالة الماضي ورؤية الحاضر. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.